مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب النشاط للصف الثاني ابتدائي English for Iraq Second Primary Activity Book page 74 and page 75 from unit 6 lesson 3 من الوحدة السادسة الدرس الثالث. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. عندنا مجموعة من التمارين هذا اليوم، راح نتعلم طريقة حلهن سوية. عندنا number one listen and tick. أول تمرين عندنا بعنوان listen استمع and tick وضع علامة صح. راح نسمع للمقطع الصوتي، طبعا لكل جملة عندنا خيارين، راح نشوف أي خيار هو المناسب حسب المقطع الصوتي. خلينا نسمع المقطع الصوتي ونأشر الخيار الصحيح مع المقطع الصوتي. Listen and tick. Hello, I'm Hardy's mum, and I'm at home in the kitchen. Yes, I'm Hardy's mum, and I'm at home in the kitchen. Then at home, lo at cafe. Yes, at home. I'm Dina's dad. I'm at the market with Grandpa. I am Dina's pop. I'm at the market with Grandpa. إذن هو بي الماركت. At the market. I'm at school. I'm at school. كريم يقول I'm at school. أنا at school. Not the fun park or at school. Hello. I'm at the market. نادينا هلو I'm at the market. Hello, I'm at the market. مرحبا أنا at the market في الماركت. I can see my dad and my grandpa. They are looking at shoes. Yes, مثل ما سمعتوا المقطع الصوتي، سمعنا المقطع الصوتي وأشرنا. I'm at home. I'm at the market. I'm at school. I'm at the market. I'm at home. I'm at the market. I'm at the school. I'm at school. I'm at home. عندنا اللي بعده number two. Read and tick. اقرأ وضع علامة صح. طبعا نشوف الصورة ونشوف العبارات، ياهو اللي يناسب الصورة من ذن العبارات تخلي بي صح. عندنا الأولى at school، هل هي at school؟ لو at home. Yes at home، هي at home. اللي بعده number two at the cafe، لو at the fun park بالصورة. At the cafe، لو at the fun park، مثل ما يشوفون حلت هنا مكتوب cafe، إذن at the cafe. اللي بعده at the fun park لو at home، هل هذا home لو fun park؟ very good at the fun park. اللي بعده number four at school لو at the market، هل هاي school or market؟ very good at the market. إذا number one at home، number two at the cafe، number three at the fun park، number four at the market. At the market. نعم هنا نكون حلينا صفحة 74، ننتقل إلى صفحة 75. عندنا number three trace and copy. Trace and copy، نريد من عندنا نطوخ ومن بعدها ننسخ على الخطوط. عندنا trace بهذا الشكل طوخ، عندنا حرف الكو صوت كو، أما اسمه كيو خطوتين ما تشوفون. راح نعيد كتابته، نسوي له كوبي كو بهذا الشكل. عندنا اللي بعد الرر صوته رر لكن اسمه ار خطوتين، يعني هذا بهذا الشكل واحد وخطوة ثانية رر.
مشكلة. هسه عندنا الكول سمول الصغير، طبعا مثل ما تشوفون ايد بطن ورجل، قسمنا الخطوط مثل ما متعلمين. الكول سمول ياخذ البطن والرجل، تمام، ياخذ البطن والرجل. بهذا الشكل يكتب كو. اللي بعده حرف الر، بهذا الشكل. عندنا الكول كابيتال، ياخذ الايد والبطن، ياخذ ثلاث خطوط الاوليه، بهذا الشكل يكتب. عندنا الر، بهذا الشكل يكتب. سوينا له كوبي. اخر قبل الاخير تمرين عندنا write the letters، اكتب الحروف. طبعا هنا عندنا عبارة عن حروف مفقودة لكل كلمة، راح نكتب الحرف المفقود والحرف ايضا مناسب لكل كلمة. عندنا مجموعة من الصور ومجموعة من الكلمات مثل ما تشوفون. هذا شنو نسميه؟ What is this? Robot. Very good. يا حرف robot. What is this? Queen. Queen. What is this? Rabbit. Rabbit. Yes. إذا هاي هي الطريقة الصحيحة لحل هذا التمرين. روبوت، كوين، رابت. روبوت، كوين، رابت. نمبر 5 يقول لنا circle the odd letters. يقول لنا حاوط الحرف الغريب من ذن الحروف. عندنا طبعا قائمة، نمبر 1 بيها مجموعة من الحروف، نمبر 2 مجموعة حروف، نمبر 3 ونمبر 4. راح نطلع الحرف الغريب. هنا عندنا ام ام ان ام، يا هو الحرف الاود الغريب. Very good. حرف الان غريب، كل ام لكن فقط هذا ان. عندنا الاو سي او او، اذا هذا مبين هو الغريب لان كلهن او ما عدا هذا. اللي بعده بي 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 بي، يا هو الاود. Very good. هذا اللي بعده نمبر 4، حرف الاه وحرف الا، يا هو الاود. Very good. حرف الا لان كلهن اه. هاي هي طريقة حل هذا التمرين الخامس، هو فقط باستخراج الحرف الغريب من الحروف اللي موجودة امامنا. هذا كل ما عدنا لهذا اليوم، أتمنى تكون استفاديتوا. نهاية الدرس، لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل الإشعارات، وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.